كنبغي نوجه واحد الرسالة الرئيس الحكومة السابق بن كيران، أن الخرجات الإعلامية ديالو ضد الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، كنقول بهذا المصطلح أنه لا محل له من الإعراب اليوم أنه يتدخل في شؤون المغاربة، وأنه يتدخل في أي ملف من الملفات بأي صفة. هل هو رئيس حكومة الآن؟ إن كان رئيس الحكومة فله الحق في ذلك، ونحن يعني نسمعون نعرفوا شنو قال. هل هو أمين عام ديال الحزب ديال العدالة والتنمية؟ لا. إذن ما محله من الإعراب؟ هل يمارس علينا الرقابة؟ واش بغى يبقى يمارس علينا الرقابة حتى نموتوا، حتى تفنى الساعة، حتى تفنى الدنيا؟ دوزتي واحد الفترة ديالك، دوزتي فيها واحد المخططات معينة، ساليتي هاد الفترة ديالك، خاصك ترتاح، خاصك ترتاح كيما ارتاحوا رؤساء الحكومات اللي كانوا قبل منك. بغينا غير نعطيو مثال بمجموعة من رؤساء الحكومات اللي دازوا، من السي عبد الرحمن اليوسفي، من السي عباس الفاسي، من مجموعة من رؤساء الحكومات. هل تراهم اليوم في منابر إعلامية يتدخلون في قضية من قضايا المجتمع؟ ما كيدخلوش. مالك أنت؟ مالك أي حاجة كتدخل فيها راسك؟ واش ما بغيتيش ترتاح؟ بلغت من الكبار عتية، وبلوغك من الكبار عتية يجب أن ترجع لنفسك وأن تمسك سبحتك، السبحة ديالك والتجربية ديال الصلاة ديالك، وتمشي تدور في جامع الفنا كما كدور في جامع الفنا، وكتصور وكتهضر مع الناس. هذا ما فيه مشكل، التواصل الاجتماعي ما فيه حتى شي مشكل، دير دروس ديال الوعظ ما فيها حتى شي مشكل، دير شي دروس أخرى ما فيها حتى شي مشكل. ولكن باش تدخل في القضايا السياسية ديال البلاد وقضايا كبرى، اش كتقول رئيس الحكومة دابا العثماني؟ اش كتقول ليه؟ اش كتقول لهذوك الناس اللي كيسيروا؟ واش كتوجههم؟ اي نعرفوا مع من؟ نعرفوا مع من؟ لكن مع كاسم كي راه اجي دخل ريح هذا العثماني، اجي ريح داه وملي عليه، ملي عليه يا سيدي. اذا خص السيد يرتاح، خصو يمشي يصلي وعبد الله وشد السبحة ديالو وشد الزربية ديالو. ولا بغي ينصح شي واحد ينصحو بينو. أما باش يقول لنا ماذا أديتم من واجبات حتى تطالبوا بحقوقكم، وماذا أديت أنت من واجب حتى توجه لنا هذا الكلام اليوم؟ من أنت؟ من أنتم؟ شكون أنت؟